لو موبايلك على ميو اي 13 هقولك النهاردة على 5 مميزات وأسرار مستخبيين جوه تليفونك. شوف الفيديو ده للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة اجمد 5. في الفيديو بتاعنا النهاردة هشرح لك اجمد 5 مميزات واسرار مستخبيين جوا موبايلك الشاومي. هشرح لك النهاردة ازاي تقدر تفعلهم على تليفونك وازاي تقدر تستخدمهم. فلو انت اول مرة تشوفنا انزل دلوقتي دوس على زرار الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ولو انت مشترك في القناة انزل دلوقتي اعمل لايك واكتب لي عاش في التعليقات عشان تحمسني ان اكمل في سلسلة الفيديوهات اليومية. اول ميزة معانا النهاردة هي اختصارات قائمة إمكانية الوصول، ودي ميزة بتخليك تقدر تستغنى عن استخدام أي زرار في الموبايل. هقولك دلوقتي إزاي تقدر تفعلها. أول حاجة هتعملها هتفتح الإعدادات وبعدين هتفتح الإعدادات الإضافية، بعد كده هتفتح تسهيل الاستخدام وبعدين هتفتح قائمة إمكانية الوصول. هتلاقي جوه اختصار قائمة إمكانية الوصول، هتفعلها وبعدين هتدوس على سماع. هتلاقي الاختصار ده بدأ يظهر معاك على الشاشة وهتقدر تتحكم في مكانه زي ما أنت عايز. كمان لو دوست هنا على خيارات إضافية هتقدر تتحكم في حجم الزرار ده وكمان درجة شفافيته. ولما تخرج على الهوم هتلاقي ان الاختصار ده موجود، هتقدر انك تستخدمه في اي وقت، وهتلاقي جواه كل الحاجات اللي هتخليك تستغنى عن استخدام زراير الموبايل. يعني هتقدر تعمل اعادة تشغيل للموبايل من غير ما تدوس على زرار الباور، وكمان هتقدر تعلي وتوطي الموبايل من غير ما تدوس على اي زراير. كمان في اختصارات تانية زي انك تقدر تقفل الشاشة او تنزل شريط الاشعارات او مركز التحكم وحاجات تانية. جربوا وقولي في التعليقات قدرت تستخدم الميزة دي في ايه وكانت مفيدة بالنسبة لك ولا لا. هي ممكن تبقى مفيدة في حالة ان زرار الباور او الزراير اللي بتعلي وتوطي الصوت فيها مشكلة، هتقدر انك تستخدمها بشكل مؤقت لحد ما تصلح الموبايل. تاني ميزة معانا النهاردة هي ميزة التأثيرات المخصصة، ودي ميزة بتديك تأثيرات مميزة جدا بتقدر تستخدمها مع الهيدفونز او السماعات بتاعتك. يعني لما توصل السماعات بتاعتك او السماعات البلوتوث هتلاقي الشاشة دي ظهرت معاك بشكل تلقائي، وهتقدر كمان تختار المود اللي انت هتستخدمه من التلاتة اللي انت شايفهم دلوقتي. وطبعا انت بتختار المود حسب الموسيقى اللي انت بتفضل تسمعها. بعد كده بتدوس على ستارت بيبدا يختبر كل سماعه لوحدها. كمان بيطلب منك انك تقول له جوده الصوت عامله ازاي عشان يبدا ان هو يظبط لك احسن جوده للصوت، ويبدا يحسن لك تقسيمه الاستيريو لاحسن شكل. بيبدأ يديلك 6 انواع من الاستيريو عشان تختار انسب نوع بالنسبة لك، وده لان انواع السماعات وجودتها بتختلف، فبالطريقة دي هتقدر تحسن الصوت ايا كان نوع سماعتك. كل المميزات الجامدة دي وانت لسه منزلتش عملت لايك وسبسكرايب للقناة. انزل يا صاحبي اعمل لايك وسبسكرايب عشان تدعمني وتحمسني ان اكمل. عشان تقدر تفعل الميزة دي على موبايلك اول حاجة هتعملها هتفتح البلاي ستور وتحمل تطبيق اكتيفيتي لانشر، ولما يتحمل معاك بشكل كامل هتفتحه هيفتح معاك بالشكل ده، وهتسيبه شوية لحد اما يحمل. طبعا هو بياخد وقت اكتر من كده بكتير، بس انا على الشاشة عشان وقت الفيديو. بعد كده هتعمل بحث على كلمة تأثيرات مخصصة، ولما تدوس عليها هتفتح لك الميزة وهتقدر تستخدمها زي ما شرحت. وطالما فعلت الميزة دي هتشتغل معاك كل مرة هتوصل فيها الهيدفونز او السماعات بتاعتك. بصراحة الميزة دي انا بستخدمها دايما لان هي بتحسن الصوت بشكل كويس جدا. تالت ميزة معانا النهاردة هي ميزة قياس ضربات القلب، والميزة دي انا كنت عامل لها فيديو منفصل لان هي فعلا تستحق. هقول لك دلوقتي ازاي تقدر تستخدم الميزة دي. اول ما بيفتح معاك الشاشة دي بتلاقي الفلاش فتح معاك بشكل تلقائي، واول ما بتحط صباعك على الفلاش بتلاقيه بدا يفتح لك الكاميرا برضو بشكل تلقائي. فلو موبايلك فيه 3 كاميرات او 4 كاميرات لازم تعرف انهي كاميرا فيهم المستخدمه في التطبيق، وده هيكون من خلال انك هتحط صباعك على كل كاميرا لحد ما تلاقي الدايره بقت حمراء بالشكل ده. يعني كل المطلوب منك ان صباعك يغطي الفلاش والكاميرا المستخدمه في نفس الوقت. اول ما تعمل الطريقه دي بشكل صح هتلاقيه اوتوماتيك جاب لك الشاشه اللي انت شايفها دلوقتي وبدا يعد ضربات القلب، وهتفضل مثبت صباعك لحد ما البار اللي تحت ده يوصل ل 100%. والغريب في الموضوع ان انا جربت الميزه دي مع الدكتور بتاعي ولقيت ان هي دقيقه جدا. كمان بعد كده هيجيب لك تقرير يقول لك المعدل ضربات القلب بتاعتك مظبوط ولا في اي مشكله. يعني طول ما السهم بيطلع الاخضر فده معناه ان الحمد لله مفيش اي مشكله، اما لو السهم ده جه على الاحمر او الاصفر فده معناه انك محتاج تتابع مع الدكتور بتاعك. طبعا هي ميزه مفيده جدا. هقول لك دلوقتي ازاي تقدر تفعلها على تليفونك. هتفتح تطبيق اكتيفيتي لانشر وتعمل بحث على كلمه هارت ريت، وهتدوس على اول حاجه هتجي لك تحت تطبيق الصحه، هيفتح معاك بالشكل ده هتبدا تستخدمه زي ما انا قلت لك. بس في هنا حاجه مهمه جدا لازم تعملها عشان تثبت
الميزه دي على الشاشه الرئيسيه او الهوم سكرين، لانك لو حبيت تحط اختصار من اكتيفيتي لانشر على الشاشه الرئيسيه لازم تتاكد انك مديله اذن بده. هتدوس على الايكون بتاعت اكتيفيتي لانشر دوسه مطوله وبعدين معلومات التطبيق، وبعدين هتفتح الاذونات هتلاقي اختصارات الشاشه الرئيسيه عليها اكس هتفعلها، وكده يبقى انت اديت اذن لتطبيق اكتيفيتي لانشر ان هو يقدر يحط اي اختصار على الشاشه الرئيسيه. يعني اي ميزه ممكن تلاقيها على اكتيفيتي لانشر هتقدر تدوس عليها دوسه مطوله وبعدين تعمل انشاء اختصار. هتلاقي الايكون بتاعتها نزلت على الشاشه الرئيسيه بطريقه سهله جدا وتقدر تستخدمها في اي وقت. اهي المعلومه دي لوحدها تستاهل منك انك تنزل دلوقتي تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. وكده يبقى احنا وصلنا للميزه الرابعه، والميزه دي هي عباره عن اظهار قائمه اعدادات مخفيه جوه الجهاز، والقائمه دي بتخليك تقدر تتحكم في اشعارات الموبايل بشكل متقدم جدا، وبتلاقي فيها اعدادات للاشعارات ما كانتش موجوده قبل كده عندك على الموبايل، زي ميزه سجل الاشعارات وفقاعات المحادثات. وبالمناسبه ميزه سجل الاشعارات هي ميزه كنت بدور عليها كتير جدا، لان اوقات كتير كنت بسمع نغمه الاشعارات ولما بفتح الشاشه ما بلاقيش اي حاجه موجوده في الاشعارات، بس دلوقتي اي اشعار هيجي لك على الجهاز هيتسجل على سجل الاشعارات حتى لو انت مسحته من قائمه الاشعارات بتاعه مركز التحكم. كمان ميزه فقاعات المحادثات هي ميزه كويسه جدا ما كانتش موجوده قبل كده على الموبايل، ودي ميزه بتخليك تقدر تختار التطبيقات اللي لو جالك عليها رساله تظهر لك على الشاشه كفقاعه، وتقدر كمان انك ترد على الرساله من غير ما تفتح التطبيق. والميزه دي انا بقيت استخدمها مع كل برامج التشات زي الواتساب والتليجرام. كمان من القائمه دي بتقدر تتحكم في خصوصيه الاشعارات، وتختار كمان ايه التطبيقات اللي لو جالك عليها اشعار تظهر على اللوك سكرين. ومن وجهه نظري افضل حاجه في القائمه دي هي فقاعات المحادثات وسجل الاشعارات. عشان تقدر توصل للقائمه دي هتفتح برضو تطبيق اكتيفيتي لانش وتكتب في البحث كلمه الاشعارات المحسنه، بس خلي بالك عشان في حاجه هنا ممكن تخلي القائمه دي ما تظهرش معاك. وانت بتكتب كلمه الاشعارات لازم تخلي بالك ان الالف يكون عليها همزه من تحت، لانك لو كتبت الكلمه دي من غير همزه التطبيق هيقولك ان مفيش حاجه بالاسم ده، وحضرتك تيجي تكتب لي في التعليقات ان القائمه دي مش شغاله او مش موجوده عندك. فاختصارا لكل ده انا بقولك دلوقتي حط الهمزه تحت الالف وانت بتكتب كلمه الاشعارات، وانت بقى بتحط الهمزه انزل حط لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ولما تظهر معاك الميزه هتقدر برضو تدوس عليها دوسه مطوله وتدوس على انشاء اختصار، وكده يبقى انت عملت لها اختصار على الشاشه الرئيسيه وتقدر توصل لها في اي وقت من غير ما تفتح تطبيق اكتيفيتي لانشر. اما بالنسبه للميزه الخامسه هي ميزه بتخليك تقدر توفر كتير في استهلاك البطاريه. كلنا عارفين ان الموبايل بيكون فيه وضعين لالوان الشاشه، الوضع الداكن والوضع المشرق. انا شخصيا بحب استخدم جدوله الوضع الداكن لان ده بيخليه غير الوضع بشكل تلقائي، يعني بالنهار بيكون شغال على الوضع المشرق واول ما المغرب يبدا تلاقيه غير بشكل تلقائي على الوضع المظلم. ما علينا عشان مش هي دي الميزه اللي انا جاي اكلمك عنها دلوقتي. الميزه رقم خمسة هي ميزه زياده تعتيم الشاشه، وده وضع بيقلل جدا من استهلاك البطاريه، والوضع ده بيكون افضل لو استخدمته في مكان الاضاءه فيه مش عالية. يعني جرب مثلا اطفي نور الاوضه اللي انت قاعد فيها وشغل الوضع ده وشوف الشاشه هتكون قد ايه مريحه للعين، وخصوصا بالنسبه للناس اللي بتحب تقرا على الموبايل بالليل. كمان تقدر تضيف اختصار زياده التعتيم على الشاشه، ولما تفعل الاختصار ده هتلاقي الايكون دي ظهرت معاك على الشاشه، وهتقدر من خلال الايكون دي انك تشغل الوضع ده او تلغيه. تعال اقول لك ازاي تقدر توصل للوضع ده على الموبايل بتاعك. اول حاجه هتفتح برضو تطبيق اكتيفيتي لانشر، وبصراحه تطبيق اكتيفيتي لانشر ده عامل معانا واجب جامد جدا. المهم هتفتح التطبيق وتكتب في البحث كلمه زياده التعتيم، وبرضو هتقدر تدوس عليه دوسه مطوله وتعمل انشاء اختصار للشاشه الرئيسيه. وكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش بقى تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، ولو عجبك النوعية دي من الفيديوهات اكتب لي في التعليقات عشان اعمل لكم منها كتير. بشكركم جدا لاستماعكم وبتمنى اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.